بعد حصد أرواح أكثر من 4000 حالة وفاة، لم يقتصر تأثير انتشار فيروس كورونا في إقليم كاتالونيا على الصحة فحسب، بل أيضاً على السياحة، إذ تعد مدينة برشلونة من أهم الوجهات السياحية في إسبانيا. واليوم خسر هذا القطاع أكثر من 70% من إيراداته، فالشواطئ التي تمتد على طول ساحل المتوسط وكانت تعج بروادها أصبحت خاوية، ومساحات الترفيه الشاطئية والمطاعم أصبحت في محب الريح. أما قلب برشلونة التاريخي فأصبح مدينة الأشباح، قد تصادف بعض المارة في أزقته بكماماتهم متوجهين لشراء حاجياتهم الأساسية. اعتدت منذ طفولتي أن أقصد كورنيش برشلونة للتجول كل صباح، واليوم مسموح لي فقط بمشاهدة الشاطئ من شرفة مكتبي، هذا شيء كئيب. في القرن 19 أنهى المهندس المعماري الإسباني الشهير أنطونيو غاودي تصميم كنيسة لاساغرادا فاميليا أو العائلة المقدسة التي تم البدء ببنائها في الحقبة ذاتها. وبعد 137 عاما من ذلك التاريخ أصدرت الحكومة الإسبانية قرارا لاستكمال بناء الكنيسة التي لم يتم الانتهاء من تشييدها منذ بدء عمليات البناء. اليوم ومع انتشار فيروس كورونا توقف كل شيء في هذه المدينة، حتى أعمال البناء التي كان من المفروض أن تنتهي العام المقبل في هذا المعلم الذي يعد أشهر المعالم السياحية والتاريخية في إسبانيا. من مدينة برشلونة عاصمة إقليم كاتالونيا، ليث بزاري، العربية، إسبانيا.